لما سألت حضرتك عن المبادئ قلت لي 3 حاجات، أولها الأخلاق. طبعا أمال ليه المهنة دي سمعتها إنها مهنة التلاعب بكل شيء؟ مهنة المحاماة دي من أرقى طبعا وأعظم، كفاية إنك ترد الحق المظلوم يعني وأمتع. دي مهنة رد الحقوق. إزاي بيتقال عليها كده؟ ما أنا بسألك، ما أنا بقول لك إزاي، أنا مستغربها، أنا مستغرب. مش بسبب بعض الممارسات اللي شوهت سمعة في كل مهنة فيها الصالح وفيها الغير. بيقولوا كده ان مهنة المحاماة هي المهنة اللي دايما صاحبها عينه على مستقبل سياسي. فكرت حضرتك في الحكاية دي؟ فكرت طبعا. وتحب وتشوف انه ده ليه زمان؟ انا دلوقتي بقيت مشغول بحاجة واحدة، القانون فقط. يعني أنا بقيت مهتم جدا بالقانون. الكلام ده أنا آخر مرة دخلت انتخابات دخلت 2010. بعد 2010 ما فكرتش أبدا أنزل انتخابات تاني. مش معناها أن أنا مش عايز أمتهن السياسة أو لا، أنا تفرغت بقى للبقى. بس دخلت في الصعب جدا. أنا نشجعك بقى في اللي جاي. طبعا طبعا طبعا.